السلام عليكم، معكم دكتورة سناء ملحاوي. اليوم إن شاء الله هنهضروا على ظاهرة التحرش الجنسي، ولاحظنا مؤخرا أنها كثرت بزاف في المجتمع ديالنا أو في مجتمعات أخرى. وقعت مؤخرا في طنجة ديال التحرش الجنسي، هي ماشي أولى أو الأخرى، ولكن كتعطينا واحد الفرصة باش نشوفوا يعني شنو الأسباب ديال هاد الظاهرة هادي، وكيفاش يمكننا نتجنبوا يعني النتائج ديالها في المجتمع. أنا كنظن أن من الأسباب ديال هاد التحرش الجنسي هو التربية غير سليمة، أو لا إلا بغينا نقولوا الثقافة الذكورية اللي كتمنح للرجل في المجتمع المغربي بزاف الحاجات اللي تتمنعهم على المرأة. يعني في اون كيلكو سورت، يعني محيت انه رجل، دونك يمكن له يقلل من الاحترام ديالو للاخر او للمراه بصفه خاصه، محيت راجل ما تيعيبو حتى شي حاجه، محيت راجل لو دوغري ديال الخطا ما تيتخطش بنفس الحده بحال ملي تيكون خطا صادر عن امراه. كذلك كنظن ان يعني الفراغ يعني ديال الشباب حتى هو سبب من الاسباب، يعني يكون نخلقوا لهاد الشباب هادو نوادي فين يفرغوا الطاقه ديالهم، مكتبات للمطالعه، نوادي شبابيه، اماكن فين يزاولوا الرياضات المفضله ديالهم، ما غيكونش عندهم هذا الفراغ اللي يخليهم يفكروا بحال هاد المسائل هادو اللي كتسيء للسمعه ديال الشاب او الشابه ولا البلد بصفه عامه. شكرا لطرح هذا السؤال ديال يعني علاش تيخافوا البنات فاش تيكونوا ضحيه للتحرش الجنسي. انا كنظن دونك يلا قلتها، يعني الرجل يعني الثقافه الذكوريه ديالنا، ولا الا بغينا نقولوا حتى التواطؤ ديال المجتمع مع المتحرش، يعني كاين واحد النوع ديال التغاضي الا بغينا نقولوا، يعني حيت بنت هي اللي ضحيه ما خصهاش تلتجأ للقضاء، ما خصهاش تهضر في المحيط ديالها. علاش؟ لانها كتسمى وكتكون واحد كناخذوها بحال وصمه عار في الحياه ديالها، وغادي يقللوا يمكن فرص الزواج بالنسبه ليها في المستقبل، غادي يبقاو الناس تينعتوها وينعتوا العائله ديالها بانها يعني امراه او بنت ماشي على خلق، وماشي ساشون كو راه هي الضحيه، ماشي هي اللي ساهمت. يعني كنوليو ناخذوا يعني لو فات انهم تيسكتوا على هذا الشيء هذا، لان المجتمع ديالنا كيولي ياخذ هاد الضحيه بحال طرف في هاد الجريمه هذه، الوغ هي ضحيه. دونك البنات تيفضلوا انهم يسكتوا، تيفضلوا انهم يتغاضوا على الموضوع، تيفضلوا انهم يتنازلوا قضائيا او لا ما يتابعوش كاع قضائيا المتحرش جنسيا، وهذا الشيء اللي كيمنح المتحرش جنسيا انه يتمادى في هاد السلوكات ديالو، ولا بعض المرات كتزيد حده. يعني كل مره تنسكتوا على جريمه ديال التحرش، في المره المقبله لا تيكون تيزيد لو دوغري ديالها. دونك البنت اولا الفتاه تتخاف من هذا الشيء هذا، وتتفضل الصمت، وتتفضل التنازل اولا عدم اللجوء الى القضاء باش تاخذ الحق ديالها. مزيان اللي حطيتي هذا السؤال هذه، لان شي حاجه اللي كتستفزني، وبغيت بغيت هذه الفرصه ان ديال هذا النهار هذه نهضر على هذا الموضوع هذا. لباس المراه اللي كيتحج به الناس على انه سبب من اسباب التحرش الجنسي، ما هو الا ذريعه اللي كتزيد دعم شعور المتحرش جنسيا. الا خدينا هذا المنطلق، يعني لباس المراه هو سبب فاش انك وقعوا هاد الجرائم ديال التحرش، يعني حتى المراه من حقها تحرش جنسيا بالرجل الا كان اللباس ديالو غير محتشم او لا اللباس ديالو فيه ايحاءات جنسيه. دونك علاش تنجعلوها جائزه بالنسبه للرجل انه يتحرش ببنت، حيت يعني تحت ذريعه ان اللباس ديالها غير محتشم او لا فيه ايحاءات، ولكن بالنسبه للرجل لا؟
دونك حتى المرأة، نعطيوها هذا الحق. إلا كنا غنهضروا على اللباس اللي فيه إيحاءات أو لا تيبروفوكي، دونك حتى المرأة من حقها. دونك اللباس ما عمر حرية شخصية، وإلا كاين الواحد تيحترم نفسه وعنده تربية وعنده مبادئ وعنده يعني تربية سليمة، راه اللباس ديال البنت ما غياخدوش كوسيلة أو لا كذريعة باش يتحرش بها جنسيا. رسالة أخيرة أنا كنت وجه بها للآباء بالأخص، نربي وليداتنا، نحترموا الاختلاف عند الآخر، ما تبقاش عندنا ذاك الثقافة الذكورية وذاك الرجل ما تتعبوا حتى شي حاجة، نحترم الآخر بغي يكون من نفس الجنس أو لا من جنس مغاير، بغي يكون اللباس ديالو محتشم ماشي محتشم، هادو خصوصيات يعني ما خصناش ندخلوا، حيت تعرات دونك خصني نتحرش بها جنسيا. تربية سليمة تكون على مبادئ سليمة، تتعطي الاحترام الآخر، في راه الجسد شي حاجة اللي خصوصية ديال الإنسان والملك ديالو، دونك ما عند حتى شي واحد الحق أنه يتجرأ ويمس هذه الخصوصية هذه. أنا كنأكد على التربية، والتربية اللي كتاخذ بعين الاعتبار الخصوصية ديال الفرد سواء كان رجل أو امرأة، وإلغاء أو التقليص بعدا شوية بشوية من ذاك الثقافة الذكورية ومن ذاك التواطؤ ديال المجتمع، يعني اللي كيسكت على الحق ديال البنت فاش تكون ضحية ديال التحرش، وذاك الحق المطلق اللي كنعطيوه للراجل في الاعتداء على المرأة وفي ممارسة نوع من أنواع العنف، لأن التحرش راه نوع من أنواع أبشع أنواع العنف اللي تتمارس على المرأة واللي كتجعلها تخسر بزاف د الحاجات في الحياة.